عسى ومرحبا بكم، ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بخير. فرحان برشا باش نلقاكم في فيديو جديد على شان اليوتيوب، وما تنساوش تعملوا سبسكرايب ولا سابوني. وبطبيعه الحال بعد العيد نقترح عليكم بعض القراءات، على خاطر لازم تقراوا روايات، لازم تقراوا كتب، على خاطر الكتب هذوما يقويوا في الامباتي نتاعكم، يقويوا زاد في السافوار فير نتاعكم، في السافوار اتر نتاعكم، في طريقتكم ونظرتكم للاشياء وللدنيا هذيا تتغير وقت تقرا دي رومون من نوع هذايا. هذاك علاش اليوم اخترت لكم حاجه مزيانه برشا، اخترت لكم ان رومون يا مسيتو ستيكيف، ان رومون تاع كاتب ما عندوش برشا بدا يكتب تقريبا 5-6 سنين، لكن ديجا 7 روايات، دي سوكسي، دي مليون ديكزومبلير في العالم. ان بورتوغي، اون بلوم بورتوغيز نتاع خوزي رودريغيز دو سانتوس، اللي هو يقدم الاخبار نتاع 8 في البرتغال، سي اون ستار تيلي معروف برشا. لكن خوزي رودريغيز دو سانتوس اشتهر بالرومان نتاعو الاولاني اللي بالحق وقت اللي قريته قلت هذا هو الكاتب نتاعي، هذا اللي باش نتبعه في الثريلر، في البوليسيي، زاد في الجو نتاع لي كود و لي ريلاسيون افيك لي ريليجيون، وكل جو هذاك والفاتيكان وبرشا بلايص حاسيلو مزيانه برشا. لكن الرومان نتاعنا اليوم اللي باش نبداو به هو الروايه نتاعو الاولى اللي هو لا formule de Dieu. La formule de Dieu, elle est pas du ça a beaucoup de succès, mais c'est un succès de José Rodríguez dos Santos, il est sorti déjà en mai, à peu près dans le film de montage Signe de vie, on a parlé de ce livre là, une fois ça قادما mais je ne l'ai pas lu, mais la formule de Dieu, خلينا نحكي لكم عليه. اكيد عندي حاجات عجبتني شويه، فما حاجات عجبتني برشا في الرومان هذا، لكن ديجا سا ما انتريغي الكوفرتور البير اينشتاين، ونلقى ان تيتر كيما هذايا لا فورمول دو ديو. ما نجمتش ما نشريكش الكتاب هذايا يا كيلكو زاني، اما اليوم اخترت نحكي لكم عليه في فيديو. شكون هو خوزي رودريغيز دو سانتوس؟ كيما قلت لكم يقدم اخبار 8 في البرتغال، صحفي مغرور برشا باللي رومان، واول رومان ليه هو لا فورمول دو ديو، الكتاب اللي مازلت كيوري توا الكوفرتور نتاعو. شنو الحكاية؟ الحكاية تبدأ في برينستون، تبدأ في أمريكا، وين بن غوريون اللي هو رئيس وزراء الكيان الصهيوني في المرحلة الأولى تاع الكيان الصهيوني بطبيعة الحال، انتقل لأمريكا ومشى قابل ألبير أينشتاين اللي نعرفوه دو كونفيسيون جويف، مشى قابله في الدار. في الدار أوتوماتيكمون سافا انتريغي لا سي إي آ، يقول لك شنو يعمل بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل في دار ألبير أينشتاين، والبير أينشتاين والبومب نوكليير وكل حكاية هذيك الكل، دونك تخوف الحكاية. حطوا لهم ان فان قدام الدار وقعدوا يتصنتوا عليهم. بيان سور بن غوريون بدا يحكي مع ألبير أينشتاين، حب يذكره باللي زوريجين نتاعو، ذكره اللي هو جويف، ذكره اللي عنده ميسيون أنفير الكيان هذايا اللي قاعد ينستلي روحه في الموين أوريون، وبالنسبة ليهم مهدد بما أنه فما إيران، فما العراق، فما مصر، فما فلسطين، فما الأردن، فما برشا بلدان دايرة في المنطقة هذايا، منطقة سخونة، هما يفيان سانستالي، قال له لازمك تعاوننا، لازم تقف معانا، تعطينا لي سوكري نتاعك، دو لا فيزيك نوكليير وكل شيء. ألبير أينشتاين ده يتحدث معه على برشا مواضيع، ذكروا زادا اللي هو علاقته بالدين وبالجوديزم متوسطه برشا، معناها سوف لي زوريجين نتاعو، انه مش مهتم برشا بالحكايه، وشوي بشوي بدا الحديث حتى وصلوا لحاجه اسمها لا فورمول دو ديو. دايوغ ايزو سويتشي للالمانيه، وجماعه السي في وسط الفان دخلوا بعضهم، يقول لك عشان يحكيوا بما انهم الزوز اللي بعثوهم ما يعرفوش شنو الحكايه، وبيان سور قعدوا يسجلوا pour traduire شنو اللي تقال، وفات الحكايه نتاع الرونكونتر هذايا بلا فورمول دو ديو. لا فورمول دو ديو اللي قاعد يخدم عليها البير اينشتاين في السنوات الاخرانيين، برشا ناس تقول هي سي اون بومب سوبر سونيك اتوميك تو سكو تو فو، حاجه اقوى من النيوكليير، وميم طون يقولوا زاد خدم على ليكزيستونس دو ديو، حاب يروج على ربي دون فاسون فيزيك، حاب يبروف افيك دي فورمول الحكايه هذايا. على كل نلقاو خوزي رودريغيز دو سانتوس اللي يختار ان بيرسوناج فيتيش بعد نلقاوه في المغامرات الكل في الكتب اللي جايين بعد، هما لا كلي دو سالومون، لوتيم سكري دو كريست، كريستوف كولون، وغيرو من الكتب. اسمه توماس نورونا، اللي هو سي ان بروفيسور كريبتولوج، يعني مختص في لي كود وفي الكريبتولوجي، ان كريبتو اناليست هكا يسميه خوزي رودريغيز دو سانتوس. توماس نورونا هو الايرو نتاعنا اللي باش يرافقنا في رحله قويه برشا، خاطر الايرانيين حطوا يديهم على المانيوسكري هذايا نتاع لا فورمول دو ديو، وعيطوا نورونا حابوا يجبروه كلكو بار، خاطر سمعوا بالسمعه نتاعو الكبيره والنوتوريتي نتاعو في عالم لي كود، انه يجي ويلقى تفسير للي كود اللي حطهم البير اينشتاين، بما انه لا فورمول دو ديو حطها كودي كريبتي، ولازم تقرا لي كود وتعرف كومون ديكريبتي لو ميساج نتاع البير اينشتاين. رحله قويه برشا من ليزبون حتى لطهران، نمشيو لطهران بعد نمشيو لتيبي، نمشيو نمشي لامريكا، الامريكان حبوا يجندوا توماس نورونا، يولي يلعب ان دوبل جو، ان دوبل اجون، اي
Vraiment, oui, il y a beaucoup de romans. Le qui est c'est vraiment la recherche scientifique, c'est les faits historiques, c'est la géopolitique, c'est le social, c'est le côté humain par Thomas Nourone, c'est la relation entre ou la façon de communiquer entre ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, à l'intérieur ou bas chaque qui est facile dans le roman. Donc, on va apprendre beaucoup. Ce qu'il y a, nous les étudiants malheureusement, le parle de physique ou de science. Il y a beaucoup de formules, il y a beaucoup de discussions autour de la science, de la physique quantique ou jaou avec alcool. Par contre, il y a une chose que j'ai moi aimé. Dans le roman, il y a une d'accord comme la couverture entière, mais il y a la formule de Dieu. Ce que j'ai moins aimé, c'est que José Rodriguez de Santos, il est parti dans un délire à la fin, le sens de la vie, ou quoi que ce soit. Il y a un délire, hein, parce qu'ils ont apprécié. Monsieur Hattel a expliqué le phénomène le Big Crunch, le phénomène scientifique, le Big Bang, le Big Crunch, donc donc en fait c'est la disparition de la matière. Et l'idée de José Rodriguez de Santos, et ça devient, c'est devenu quelque part un peu ennuyeux pour moi, hein, pour moi. C'est un peu ennuyeux, mais à travers le roman, c'était extraordinaire pour un premier roman. Bravo, bravo, José Rodriguez de Santos. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai aimé beaucoup de choses. J'ai moi aimé Hakka Shwaya Hajet. N'en sach combi, il kteb hede, bacha bacha bacha. Le mode hede, il n'a qu'à fikteb ou esmo Vaticanum. Il y a qui a la partie du Vatican, où il y a qu'à la 112e pape. Où il y a qui a la prophétie hede, la disparition de, des papes. Voilà, le dernier pape, quelque part. À travers une aventure pour le Vatican, mais il y a un autre, comme vous avez dit, donc, Charles Abchanaja, n'amène comme review Ali. هذا هو كتابنا نعود ذكركم ان شاء الله نرجعكم مع تريلوجي خاطر ما نجموش نعتبروا تريلوجي اما فما اون كونتينيتي لا كلي دو سالومون و لوتيم سكري دو كريست ومن بعد الى انشيني دي سكسيس انكرويابل في لي رومون تاعو لا فورمول دو ديو José Rodriguez de Santos, vous allez entendre parler, et déjà on entend parler de cet auteur-là, et vous devez le connaître. Al-Khatlo extraordinaire. Ça, c'est un coup de cœur pour moi que je partage avec vous. Maintenant, c'est subscribe, s'abonner, partager la vidéo, et bien, Inch'Allah, Al-Khatlo, confirmant à la Djid. Vous les rendez commentaires, feedback, et khali, taht la vidéo, et bien, à la YouTube. Fils, monsieur, la haïe, comme Inch'Allah, Kolam, ou Tomahaïn Khir. Ciao, ciao, c'est à la Khir Neskol. Bye bye.